سلام حبيبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، اموركم هانيه. نتمنى لكم الكبيده تجيو لي الغزاله تكونوا بخير وعلى خير كبيداتي. اول حاجه ديك لاستوري اللي درت البارح، ما شاء الله كان واحد التفاعل كثير 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 كبير 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 بزاف ما شاء الله. دعواتكم، الهضرات ديالكم الزوينه، الكلمات ديالكم الزوينه، الله يحفظكم يا الغزالات واللي خطيكم عليا، والله يكبر بكم حبايبي الغزالات. الغزالات القلب البيض، راه كنقولها لكم ونعاود، راكم القلب الابيض وحق الله العظيم. اللي عندي متتبعات اللي كتقدم عندي واللي ما كتقداش من عندي، راه ما كاينش المشكل نهائيا. كاينين متتبعات اللي غير عزيزه عليهم، كاينين الناس كاينين داك اليوم ديالي، كاينين الناس اللي مازال مساكن ما وصلتهمش النوبه، مي غزالات الله يحفظكم ليا، غزالات 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 غزالات، كنقولها ونعاود، غزالات غزالات غزالات. وانا كنقولها ديما، كنقول يا ربي تلاقينا مع ما احسن منا. يا كي قلت لكم حبايبي، والله القسم الى البحر، بقيت نقرا لي ميساجكم، ما قدرتش الصراحه نقرا لي ميساج كلهم، ولكن ما شاء الله الى ثلاثه الصباح لقيت راسي وصلت ثلاثه، درت هكا في المقال لقيت ثلاثه الصباح الميساج ديالكم غزالين وحق الله العظيم اللي خطيكم عليا، راكم عائلتي، كنحسبكم عائلتي قسما بالله البنات، وتنهضر معاكم من قلبي الى تنحسبكم عائلتي. علاش؟ لانه داكشي اللي ما لقيتش اقرب الناس ليا لقيتو فيكم نتوما، وحق الله العظيم الى لقيتو فيكم نتوما. مالوغوزمون ما بقات عائله، ما بقى حتى شي حاجه سوف لي بارون ديالك، خوتك، الناس الاقرباء القراب 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 ديالك، اما راه ما بقى ولا خالات ولا ولاد العم ولا العمات ولا حتى شي حاجه ما بقات هذا الوقت مالوغوزمون. مي راه نتوما فيكم كلشي، انا بالنسبه ليا راه فيكم كلشي، والله القسم الى راه عندي دي كليونت اللي وحق الله العظيم الى هضرتهم كتجي لك واحد تعطيك واحد لي. اش غادي نقول لكم؟ لا يخطيكم عليا الحبيبات، لا يخطيكم عليا، لا يخطيكم عليا. الحمد لله، الا ما كانش الخير في شي حد، ولا كان انسان واحد انسان ما بغاكش ما تيبغيش لكش الخير، حقد عليك ولا ضره في خاطره ولا شي حاجه، كاينين الناس كيطرون بلاصه وناس زوينين ما شاء الله، واخا يكونوا ما تتعطيهم ما تيعطيوك ما من عائلتك ما من حتى شي حاجه، ولكن كاينين الناس كيحبوك لله في لله، راه الحمد لله. الله انا بالنسبه لي حسن ليا كاع الا كان دفع، ما فيه نفع، اللي ما فيه نفع دفع. هادشي اللي كاين حبايبي الغزالات ديالي. اش بغيت نقول لكم؟ بغيت نقول لكم حبايبي الغزالات ديالي، الناس ديال مراكش، لي كليونت ديالي، المتتبعات اللي كتقدم عندي واللي ما كتقداش من عندي، الحبيبات ديالي، الغزالات ديالي، الكبيدات، كي كنقول لوليداتي كبيدات الرويوات الري الحبيبات ديالي، اللي بغيت نقول لكم هو ان شاء الله بغيتكم الناس ديال مراكش والناس اوغ مراكش، ما نكرهش والله، ما نكره الناس ديال اوغ مراكش حتى هما يجيو عندي، والله العظيم هذاك هو النهار الكبير. والناس ديال مراكش بيان سور، لي كليونت ديالي، المتتبعات اللي تتقدم من عندي ولا اللي ما كتقدم اش من عندي، بغيتكم حبيبي تشرفوني ان شاء الله في لو ماغازان ديالي الجديد سيدات الشوبينغ في الازدهار ان شاء الله يا ربي. انا غنوريكم فين كاين وغنعت لكم وغنوريكم في الطريق وكل شيء. بالنسبه للناس، الناس ديال مراكش، كاينين الناس ديال مراكش ما كيعرفوش الازدهار، والله القسم انا عندي واحد جوج ديال لي فوندوز ما عرفوش شنو فين جا الازدهار، مي راه الناس بزاف كيعرفوه في الازدهار ان شاء الله، غتكون ماغازان سيدات الشوبينغ ان شاء الله. ان شاء الله حبايبي كل شيء قريب عند سيد ربي، حتى حاجه ما بعيده. اللي بغيت نقول لكم بغيتكم تشرفوني ان شاء الله، وراه المحل محلكم، انا كنقول لكم هذاك المحل راه كاع محلاتي الصراحه، راه محلاتكم ماشي ديالي، والله تجاولكم كبيدات، تشرفوني ان شاء الله في الازدهار. انا غنوريكم لادغيس ونوريكم كل شيء وغنعطيكم النهار بالضبط. علاش ما قلت لكمش النهار بالضبط؟ لانه عرفتوا الصنايعيه كل مره ديجا داروا معايا واحد لادات وما وجدوش ليا، وعاوتاني داكشي علاش ما بغيتش نتحشم معكم نقول لكم واحد النهار ويتصاب، ماشي هو، انا في هاد لي دو جوغ، هي في هاد لا سومين ان شاء الله، ولكن في هاد لي دو جوغ غنقول لكم النهار بالضبط حبايبي، في هاد لي دو جوغ. ولكن بغيتكم كبيدات ديالي، كي قلت لكم راه نتوما عائلتي، نتوما كلشي، انا ما كنساينش شي حد من لا فامي ديالي يجي عندي ولا سوف بيان سور خوتي ولي بارون ديالي وخوت راجلي ولي بارون ديال راجلي ماما. كي قلت لكم حبيبي انا ما كنساينش
شي حد نهائيا، مي كنسينكم نتوما عائلتي، نتوما اللي كتعطيوني السوتيان، نتوما بسببكم باش وصلت انا هاد الشيء، نتوما حبيبي. اما بيان سور انا درت واحد المجهود، خدمت على راسي، كافحت بزاف الحوايج، ولكن بقدرة الله تعالى اللي كمل عليا صدر ربي، وبكم حبيبي اللي وصلت انا لهذا الشيء. الكبيدات ديالي بغيتكم ان شاء الله تشرفوني، هذاك هو النهار الكبير عندي في لوفيرتور، وانا غنعطيكم لا دات، غنوريكم الطريق، غنوريكم الناس. اوغ مراكش راه في الدخله ديال كازانيت، في الدخله ديال كازا حدا مرجان، مورا مرجان. بغيتكم تشرفوني الكبيدات ديالي، وهذاك هو النهار الكبير اللي نتلقى مي كليون، اللي نتلقى بمتتبعات ديالي، اللي نعنق ونبوس. هذاك هو النهار الكبير حبايبي. الهلي خطيكم عليا، والله يكبر بكم. واش غنقول لكم؟ ميرسي بوكو حبايبي، ميرسي ميرسي ميرسي. و هادشي اللي كاين الكبيدات، يلا حبايبي خليتكم على خير هاد الساعه، وانا غنوريكم كلشي. انا راه جانيت دابا، غنوريكم كلشي، وغنوريكم فين جات، وغنوريكم هاد المغازان. هادي هاد المغازان دارها لي راجلي سوربريز نهار سان فالونتاي، الا عقلتو معايا كنت درتها لكم في ستوري، وكنت قلت لكم راه واحد لا سوربريز دارها لي راجلي فهاد سان فالونتاي، ابخي غنبارطاجيها معكم. هي هادي المغازان اللي خديتها، هما كيتبعوا كحلين من الداخل، ما فينيا ما حتى شي حاجه. خدينا هكا كحله، قست شي شهر ونص عاد بديتها، كنقول اليوم غدا نبدا، اليوم غدا، لانه خصك تدخلي لها بلومبي، تريسيان، جليجي، سباغ، كلشي بحال بحال شي حاجه غتبنيها من الديبار. وداكشي علاش بقيت رافده الهم باش انني نبدا. نهار تيطلقني في نهار، نهار تيطلقني في نهار، ما قلت صافي خصني نجمع راسي ونبدا المغازان ديالي. نهار جمعت راسي راه قلت ليها الارض، و غندير لكم لوفيرتور ان شاء الله الله بدي زارتيكل بيان سور ديال لا تركي، شي حاجه طوب. لي بري كيف قلت لكم ديما بعدا لوفيرتور غيكونوا فيها دي بري امباطابل حبايبي، كيف ديما كيف ديما. عرفتوا لي بري ديال لا تركي راه لا موان شير في المغرب، هي انايا ما عنديش زعما لي بري، ما كاينينش لي بري ديالي، ما كاينين عند تحت نهائيا. وغادي نزيدوا لانه حنا عندنا غير شويه البركه وصافي، ملي كنسولدي ولا كنطيحوا الثمن راه كنوليو نبيعوا بقل من راس المال، انه من الاول كتزيدي واحد شويه، اذا الا سولديتي ولا طيحتي الثمن ولا راه كتولي تبيعي بقل من راس المال. داكشي علاش حنا من الاول كنبغيو نديرو دي بري لي ريزونابل، صافي هما اللي نبيعوا بهم، الحمد لله ما تيبقى لينا والو. وانا كنوعدكم كبيدات انه نهار هذا نهار لوفيرتور غيكونوا دي بري امباطابل، وغتكون واحد لا كوليكسيون واعره 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 خطيره ما عند تحت. واللي بغيت نقول، تفكرت واحد القضيه البارح، بقيت مع واحد السيده مسكينه، هذه معمره مسكينه وصلتها النوبه باش تاخذ من عندي شي حاجه، ديما كتصيفط مي الضغط، كانتو ما عرفتوها البنات الضغط، مي بقات تدوي معايا البارح مسكينه والله العظيم في جوج الصباح، بقات قالت لي امل واحد تعطيني واحد لينيرجي، كتعطيني واحد طاقه ايجابيه باش نضج مع راسي. مسكينه تدوز من ظروف صعيبه، كي كيدوزوا منهم كاع الناس، اللي بغى يكذب على راسو، لان شوفوا هادشي ديال السوشيال ميديا وديال الانسان، المظاهر المظاهر البنات خداعه، انسان راه دواخل ما عارفش شنو فيه، ولكن ما يغركمش المظاهر، راه كل واحد عنده اللي يكفيه. هادشي اللي بغيت نقول لكم حبايبي. واحد السيده مسكينه، المهم بقات فيا مسكينه، وبغيت نقول لها ما لقيتش الوقت، دويت معاها البارح وعطيتها واحد السوتيان وعندي وداكشي، وبغيت نقول لها كي قلت لكم حبايبي، مازال ان شاء الله انا ما كنبغيش نبارطاجي معكم الحاجه الخايبه نهائيا حبايبي، والله ما كنبغيها. الشيء الا ما كانش عندي المغال، كان عندي المغال في الزيرو، ما كنطلعش كاع ندير ستوري، ما كندير لايف، ما كندير حتى شي حاجه. علاش؟ باش ما نبينش لي كليونت ديالي بانني راه ما عنديش المغال ولا ما عنديش، خصني ديما نعطي ديك 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 الطاقه الايجابيه، لان كلها يكفي اللي يكفي. اذا الا ما جيناش نديروا على بعضياتنا ونفاجئوا على بعضياتنا، ما قضينا والو. اللي بغيت نقول لكم، مازال ان شاء الله غادي نقول لكم انا هاد السيده اللي قدامكم اشنو داز عليها من بريسك قبل ما تتزوج الى يومنا هذا. واحد السيده اللي ما عمرها شافت الراحه، لا
لا من لا فامي ديالها، بدات لها لا فامي ديالها، مسالات لا فامي، بدات فهادشي البيع والشراء، الحرب ديال البيع والشراء. فراسكم البنات، انا واحد السيده اللي تحاربت جميع انواع الحروب جميع انواع الحرب دزت عليا انا في هاد البيع والشراء، قسما بالله البنات. مازال ان شاء الله واحد النهار غادي نجلس ونقول لكم داز عليا داز عليا. علاش هذاك الشيء؟ انا ما كيد ما صافي في الاول كان تيجيني غريب، كنجلس كنبكي علاش وعلاش هذا وعلاش. ابخي صافي ربيت المناعه، كنقول هذا الشيء ولا عاد، حيت الحاجه الا ما استفدناش منها راه ما قضينا والو. اذا تحاربت، عرفتي، تحاربت بجميع الطرق. حبيبي بغيت غير نقول لكم علاش قلت لكم على هاد انواع الحرب دازت عليا. ماشي باش نهضر في هذاك الموضوع، هذاك الموضوع صافي نسيتو. اللي بغيت نقول لكم هي بغيتك تكوني لالا ومولاتي، بغيتك تكوني مرا وقادة، ما تجي منك حتى شي حاجه، حتى مشكل ما يجي منك والو، حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما تجي منك والو. لانه انا اعوذ بالله من قلت انا راه من التهديدات، من دخلوا ليا لا فامي، انواع الحروب. عرفتي شنو هما انواع الحروب البنات؟ قسما بالله الا محال يمكن في هذا البيع والشراء داز عليه شي حد هادشي اللي داز عليا انا، وحق الله العظيم البنات الا محال 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 امبوسيبل يكون شي واحد يمكن داز عليه هادشي اللي داز عليا انا. ولكن دابا اللي بغيت نقول، اللي بغيت نوصل لكم حبايبي، هو ان الانسان تتشوفي الانسان دابا هو جميع الحروب دوزهم عليك، جميع انواع الحرب، ما خلاو ما داروا، ولكن الانسان يراجع نفسه يقول هاد السيده دوزنا عليها جميع الحرب وربي مطلعها الفوق الفوق. قسما بالله البنات، قسما بالله، كنحلف لكم بالله، الا ياك زمن المعجزات ما بقاش، زمن المعجزات راه مشى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا كنشوف شي معجزات كيوقعوا وحق الله العظيم الا كتبورش عليا الحمي، كتبورش عليا الحمي وحق الله العظيم. انسان محدو تيحاربك وانت طالعه، وانا ربي تيحل ليا البيبان وحق الله العظيم، وانا ربي تيحل ليا البيبان وهو محدو تيحاربك وانت طالعه. اذا اش قضى الانسان بهذاك الشيء؟ وكتشوفي في هذوك اللي كانوا تيحاربوك نازلين، دابا دوك اللي تيحاربوا فيك كتشوفي فيهم نازلين نازلين نازلين. اذا اللهم الانسان يبغي الخو المسلم الخير، انسان يبغي خو المسلم الخير، انسان شحال ما قد يتعاون يتعاون. حنا بعضياتنا البيع والشراية ولا اي دومين نتعاونوا مع بعضياتنا، انا ما عنديش الحاجه نصيفط ناس عند وحده اخرى، عند وحده اخرى نقول لها انا راه ما عنديش، سيري عند فلانه. انا علاش شنو المشكل؟ على لا بدا واحد السيده تبارك الله ما شاء الله وصلت ونجحت في الحياه خصها نحاربوها؟ لا بدا خصو يكون عندنا هذا المسنون ما خصش يكون عندنا هادشي. اللي ينجح الله يكمل عليه بخير، الله يعطيه خير في خير في خير في خير. عباد الله نتمنوا لبعضياتنا الخير ونكونوا بعضياتنا هكذا ونكونوا تنتعاونوا، واللي ما عندوش نعاونوا. انا راه ما كرهتش هكذا، ما كرهتش هكذا حق الله. انا هاد البيع والشراء راه دخلت ليه النهار الاول، بغيت صافي وليداتي كبروا صافي بغينا نضيعوا فيه الوقت. انا ما درت داري، راه كانت عندي داري مني بديت البيع والشراء، طوموبيلتي كانت عندي طوموبيلتي مني بديت البيع والشراء. كديري الحاجه باغامور. انا عرفتوا انا البنات كنت شاركت في سيد ليميسيون ديال سيدات الشوبينغ، انا كنت نحماق على لي غين دو شوبينغ بعدا في الام 6، كنت ديما متبعاها كل عشيه، ما عندي حتى شغل غير الام 6 ولي غين دو شوبينغ، وكنت ديما كنقول يا ربي يجرو عندنا في المغرب، يا ربي يجرو عندنا في المغرب، يا ربي. نهار داروها شاركت فيها، نهار داروها، لانه انا كنحماق على شي حاجه سميتها الشوبينغ، كنحماق على شي حاجه كل ما كيتعلق بالمراه، اي حاجه كتعلق بالمراه كنحماق عليها. الحمد لله كنعرف فيها وعندي ما نقول فيها، والحاجه اللي ما كنعرفش فيها كنرجع للور، لانه ما غنعطيش فيها، ما كنعرفش فيها ما كنرجع للور. الحاجه اللي كنعرف فيها راه كنعطي فيها، والحاجه اللي ما كنعرفش كنرجع للور، زعما ما نتجبلش الحاجه اللي ما كنعرفش ليها. اذا هذا الشيء درته النهار الاول باغامور، سبحان الله العظيم، حيت انا صحاباتي ولا القراب ليا ولا بغي يخرجوا يتقداو ولا بغاو يخرجوا يديروا الشوب. عطيت صوره البنات، حاطه التليفون هنايا وضربه فيه الشمس وطفى الايفون، عرفتوا الا سخن صافي تيوقف. عطيت راه واحد صاد واحد الشمس، يا ربي السلامه. اللي بغيت نقول لكم صحاباتي ولا كل شيء اللي بغيت
دير شوبينغ امل يلا معانا امل تلامط شوف تلامط امل يلا هنا يلا هنا انا شي حاجه اللي كنحماق عليها وكنمشي مع الانسان وانا فرحانه. جاتني واحد لابيل وقطعت ليا كلشي يا الحبيبات. المهم صافي هادشي اللي غنقول لكم باش ما نطولش عليكم في هادشي. جمعي راسك نوضي جمعي راسك كوني للوم ولاتي هادشي اللي بغيت نوصل ليك الكبيده. المهم راه في الازدهار حبيبي حيت بزاف لي كاستيون دابا كيجيوني في الازدهار انا غنصور لكم كلشي خليو الوقت المناسب حيت كنت درت لكم واحد لا ستوري لا عقلتو ووريتكم لا بوتيك باقي الله باقي فيها الصنيعيه وهزو مالوغوزمون داك لا ستوري هزوها ومشاو كيقلبوا على لا بوتيك فين جات كيجيو عند الصنايعيه وكيسولوهم والصنايعيه كيشوفوا مساكن اللي كيصور من بعيد داكشي كانوا كيعاودوا عليا ما عمرني قلت لكم في لا ستوري حيت داكشي ولفتو ولا كيجيني عادي. المهم انا نوريكم في الوقت المناسب. المهم راه حدا ليكول الهلالي حدا الهلالي لا العراقي باردون حدا العراقي حبيبي ديال الازدهار حدا العراقي ديال الازدهار. الحبيبات تيجوني بزاف لي ميساج ديال الناس اللي جاوا عندي مساكن في العطلات العيد وما لقاوش لا بوتيك حاله الناس اللي كاين اللي جا من مدن بعيده. واحد السيده بحرا صيفطات ليا من طنجه كنعتذر منكم حبايبي سدينا لانه السلعه حيت هنايا ما بغيتش نحط فيه السلعه ديال تركي لانه كنعاودو حتى هو كنصاوب فيه هنا في كيليز و او ميم طون عندي لوفيرتور بغيت نخلي السلعه لوفيرتور ان شاء الله داكشي علاش فضلت اني نرتاح ونزيدكم عاوتاني واحد القضيه اخرى حتى البنات كان عندهم واحد ستريس في رمضان خطير 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 انا عليهم البنات ما انا ما عنديش مشكل انا نحل مي على هذوك البنات باش يرتاحوا حتى هما كي قلت لكم انا على دوك البنات اللي باش يرتاحوا لانه في الصراحه خدموا 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 وما كانوش كياخذوا الروبو ديالهم في رمضان ما كانوش مساكن كيلقاو الوقت انهم ياخذوا الروبو داكشي علاش عطيناهم هذا الوقت باش يجلسوا ويرتاحوا اللي كاينه اللي سافرات كاينه اللي عائلتها ما كايناش هنا داكشي علاش تنعتذر منكم حبيبي والله يحفظكم ليا ويجيكم الخير نجي لطراب رجليكم ويجيكم الخير ان شاء الله وانا غنسالي ان شاء الله هذا البروغرام ديال مراكش واني معكم ان شاء الله.